لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بني. سيدي ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب، يا مظلوم كربلاء لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتته، فلا ترى لهم جامعا بشخصين بعضا بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعضا بالغريين وأرض الطوس والسامرة وقد ضمنت بغدان بدرين حلا وسط قبرين. يا سادتي ألمان أنعى أسا ولمان أبكي بجفنين من عيناي قريحين، أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم الحسين لقا بين الخميسين، وأن أحيا زهر على منه تنوحين، ناحج على المسموم لو ناحج على حسين، حنة نادت والدمع بالخد بادي. ان تسألوني يا خلق كلهم اولادي، لكن مصاب حسين ساطفي كل العزا والناح والضجة على حسين. أبكي على أولادي ضوب السيف والسام، وأبكي على أبوهم قتيل اللي ابن ملجام، وإن كان بالله تسألوني أعظم علي لأن عناعي على حسن.
دهري رماني بالرزايا بكل غالي، دهري رماني بالرزايا بكل غالي، شتت اولادي عن يمين وعن شمال، ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي، واعظم علي لان عناعي على حسن، ابكي على اولادي ذبايح يوم عاشور، وانا نصبت لهم ازال لهم وساط القبور، ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور، واعظم علي لان عناعي على حسن، لا تحسبوني للرضا في طوس ما جي، ولا إلى بغداد ما رحتو تعني، أنا كلهم عليهم نوحيت والجاب شقيت، وأعظم علي لان عناعي على حسن، ومصيبة وإمامة. طيب وفاكم الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. ارحمنا بمحمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم يا كريم. من أهم الأمور أو النقاط التي تطرح في ذكرى مناسبات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين هو موضوع الإمامة. مجموعة من التساؤلات تطرح في صدد موضوع الإمامة. من ضمن تلك التساؤلات هو هل أن الإمامة أو الاعتقاد بالإمامة أصل من أصول الدين أو أصل من أصول المذهب؟ صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل. هناك اختلاف واضح بين أن نقول أصول الدين أو أن نقول أصول المذهب. ما هو هذا الاختلاف؟ أصول الدين قالوا هي تلك المبادئ والأساسيات التي يؤدي عدم الاعتقاد بها إلى الخروج من دائرة الدين. مثلا يجي واحد يقول أنا أعتقد بوجود الله تبارك وتعالى، ما عندي إشكال في هذا الأمر،
وقد حققت في اعتقادي مبدأ التوحيد وعقيدة التوحيد، ولكن لا أعتقد بأصل النبوة، أنا منكر لأصل النبوة. نقول له: بالرغم من أنك تعتقد بوجود الله تبارك وتعالى، إلا أنك خارج عن دائرة الدين، لأنك أنكرت أصلا مهما من أصول الدين وهو أصل النبوة. واحد مثلا يجي يقول: أنا أعتقد بالنبوة ولكن لا أعتقد بالمعاد. يقول: أنا في قرارة نفسي لا أعتقد أن هناك يوم الآخرة، أن هناك حساب، أن هناك جنة ونار. نقول له: أنت خارج عن دائرة الدين، وإن حققت في اعتقادك أصلا أو أصلين، إلا أنك أنكرت أصل المعاد الذي هو من الأصول الأساسية المهمة في أصول الدين. زين، أصول المذهب ما هي؟ قالوا: أصول المذهب هي تلك المبادئ والأساسيات التي يؤدي عدم الاعتقاد بها إلى الخروج من دائرة المذهب مع البقاء في دائرة الدين، ما يخرج عن دائرة الدين، ولكن يخرج عن تلك الدائرة الصغيرة وهي دائرة المذهب، ويبقى في الدائرة الأشمل والأوسع وهي دائرة الدين. زين، مثال على ذلك: يجي واحد يقول: أنا أعتقد بإمامة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، أعتقد بأن الله تبارك وتعالى قد نصب علي بن أبي طالب إماما على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعتقد أن الحسن والحسين إمامان من بعد أمير المؤمنين، والأئمة من ولد الحسين سلام الله عليهم أجمعين، ولكن لا أعتقد بعصمتهم. مباشرة نقول له: أنت خارج عن دائرة المذهب ولكن باق في دائرة الدين. لماذا؟ لأنك أنكرت أصلا مهما من أصول هذا المذهب. زين، الاعتقاد بالإمامة، أين موقع هذا الاعتقاد؟ هل موقعه في الدائرة الصغيرة وهي دائرة المذهب، أو موقعه في دائرة الدين، الدائرة الأشمل والأوسع؟ لما نطرح هذا التساؤل على علمائنا، على فقهائنا المحققون منهم، العاملون منهم، سيجيبون بإجابة واحدة: أن الاعتقاد بالإمامة أصل من أصول الدين، لا أصل من أصول المذهب. زين، شنو نتيجة الكلام؟ قالوا: نتيجة وثمرة هذا الكلام أن ذاك الذي لا يعتقد بإمامة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين فهو خارج عن دائرة الدين. زين، أكو قابلية، أنت اجي تطلع على بعض المؤلفات، تقرأ بعض الكتب، تشوف بعض علماؤنا لربما يكتبون في مؤلفاتهم أن الإمامة أصل من أصول المذهب، وهذا أمر يتعارض عندما نقول أن الإمامة أصل من أصول الدين. شلون هذول بعض العلماء، فئة من علمائنا، فئة من فقهائنا يكتبون أن الإمامة أصل من أصول المذهب؟ حتى لا يصبح لبس واشتباه في هذا الموضوع، العلماء على حسب تخصصاتهم قالوا هم على طوائف وعلى أصناف. بعض العلماء يهتمون بعلم العقائد والكلام، يسمونهم علماء العقيدة،
وهذول لما يدرسون موضوع الإمامة قالوا يتدارسون موضوع الإمامة من النتائج الأخروية من حيث النتائج في يوم القيامة، وهو عدم الاعتقاد بالإمامة هل هو سبيل نجاة يوم القيامة أو لا. مباشرة يقولون لك عدم الاعتقاد بالإمامة ليس سبيل نجاة يوم القيامة، فيقولون أن الاعتقاد بالإمامة أصل مهم من أصول الدين، يعني في صف النبوة وفي صف التوحيد وفي صف المعاد. زين، إنجي نقرأ إلى طائفة ثانية، إلى صنف ثاني من علمائنا، لما يكتبون أن الإمامة أصل من أصول المذهب، لماذا؟ قالوا هالطائفة الثانية هي التي تتناول موضوع الاعتقاد بالإمامة من الناحية الفقهية مو من الناحية العقائدية. شلون يعني من الناحية الفقهية؟ قالوا الناحية الفقهية يعني ناحية النتائج الدنيوية، ذاك البعيد الذي لا يعتقد بالإمامة هل محقون دمه أو لا في الدنيا؟ ذاك الذي لا يعتقد بالإمامة من حيث الطهارة هل هو طاهر أم لا؟ فمعظم فقهاؤنا، معظم علماؤنا في الفقه وفي الشريعة يجيبون أن الذي لا يعتقد بالإمامة هو على الطهارة ومحقون دمه، وإلا لو أفتوا بغير ذلك أكثر علماؤنا لأصبح الأمر مشكل، خصوصا في البلدان المختلطة مثلا في البحرين عندنا أمر طهارة وغير طهارة إلى آخره. فهذول يتناولون موضوع الإمامة من الناحية الدنيوية من الآثار الدنيوية، ولذلك يقولون أن الإمامة أصل من أصول المذهب في هذا الجانب. لكن لو تطرح عليه هذا التساؤل، عدم الاعتقاد بالإمامة هل هو سبيل نجاة يوم القيامة؟ جميع العلماء سواء كانوا علماء عقيدة أو علماء فقه وشريعة كلهم يجيبون بإجابة واحدة، لا يوجد سبيل نجاة في يوم القيامة إلا من خلال الاعتقاد بالإمامة. فبالتالي المؤدى الأخير، النتيجة الأخيرة، أن الإمامة أصل من أصول الدين، يعني من لا يعتقد بالإمامة فهو خارج عن دائرة الدين ومعروف مصيره يوم القيامة. زين، ما هي الأدلة التي تدلنا على أن الاعتقاد بالإمامة أصل من أصول الدين؟ عندنا أدلة أو لا؟ قالوا توجد عندنا الكثير من الأدلة في هذا المجال، احنا نكتفي بذكر دليلين. الدليل الأول هو دليل قرآني في كتاب الله المجيد، عندنا مجموعة من الآيات الشريفة تدلنا على أن الإمامة أصل مهم من أصول الدين، لكن احنا نتكلم عن سيدة هذه الآيات، عميدة آيات الدليل لهذا المجال. شنو هالآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قالوا هالآية الشريفة لما أن ندقق في مفرداتها نصل إلى أن الإمامة أصل من أصول الدين. أولاً اتفقت وأصفقت وأطبقت كلمة الإمامية على أن هذه الآية الشريفة قد نزلت في يوم غدير خم في حق علي بن أبي طالب سلام الله عليه، اتفاق في كلمة الشيعة على هذا الأمر. لما أن رفع رسول الله صلى الله عليه وآله يد علي بن أبي طالب سلام الله عليه ونادى في جمع المسلمين من كنت مولاه فعلي
مولاه اللهم والي من والاه. دعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا زال الله تبارك وتعالى يستجيب لدعاء رسوله، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. مو بس موالاه، الإمامة وهالولاية تحتاج إلى نصرة، وانصر من نصره بعد واخذل من خذله. الفريق الثاني لما يجي يتكلم عن هذه الآية الشريفة، شوف أكو أقلام كثيرة تقول تقر بأن هذه الآية قد نزلت في حق علي بن أبي طالب سلام الله عليه في يوم غدير خم، لكن بعض الأقلام ما تتحمل أن تجر، أو بعض الشخصيات ما تتحمل أن تجر أقلامها وتكتب فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولذلك تشوفون في تفسير هالآية وغير هالآية الشريفة مباشرة تبدل المناسبة وتبدل الشخوص، ويؤتى بشخوص جديدة وأحداث جديدة فقط لحرفها عن ذكر علي بن أبي طالب سلام الله عليه. زين لما ندقق في هذه الآية الشريفة، قالوا عندنا مفردة، هذه المفردة هي مفتاح الدليل الذي يدلنا على أن الإمامة أصل من أصول الدين لا أصل من أصول المذهب. وين هالمفردة؟ الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. قالوا المفسرون المحققون ركزوا هنا في مفردة دينكم. شوف القرآن الكريم كلام الله عز وجل دقيق في مفرداته، دقيق في عباراته. القرآن الكريم يفرق بين كلمتين أو بين مفردتين، بين مفردة الدين ومفردة الشريعة. شوف القرآن لما يجي ويتكلم عن الشريعة ماذا يقول؟ يقول ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا نفس القرآن، هذا فكر القرآن. يقول أكو عندنا تنوع في الشرائع، عندنا تعدد في الشرائع، ما عندنا شريعة واحدة، شريعة موسى، شريعة إبراهيم، شريعة عيسى، شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر تلك الشرائع. لكن شوف القرآن لما يجي ويتكلم عن الدين يقول عندنا تعدد في الأديان؟ لا، منطق ونفس القرآن الكريم يقول إن الدين عند الله الإسلام، غير ما يوجد دين. تعدد تنوع في الأديان هذا القرآن لا يعترف به، وإنما هناك تعدد وتنوع في الشرائع. كثير من الأدلة تدلنا على هذا الأمر. شوف مثلا السحرة في زمن موسى سلام الله عليه، لما قامت حجة موسى وهزم السحرة وهزم فرعون، آمن السحرة بدعوة موسى، وكان عندهم دعاء خاص في ذاك الزمان قبل حياة رسول الله صلى الله عليه وآله: ربنا أفرغ علينا صبرا بعد وتوفنا. ما قالوا وتوفنا نصارى، ما قالوا وتوفنا يهود، وإنما قالوا وتوفنا مسلمين، وهم في زمن موسى. شوف وصية الأنبياء لأبنائهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن إخواني نخرج بنتيجة واحدة، بثمرة أو بحقيقة واحدة، أن جميع الأنبياء من آدم إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم يدعون إلى دين واحد وهو دين الإسلام مع اختلاف الشرائع.
مع تنوع الشرائع التي ترجع جذورها إلى الدين الإسلامي. زين سؤال، هذول الأنبياء من آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تحملوا الأذى وتحملوا المشقة والمخاطر في سبيل التبليغ لدعوة للدعوة للدين الإسلامي، دين الله تبارك وتعالى. هذه الجهود وهذه الدعوات من جميع الأنبياء والمرسلين متى أكملت؟ هل لها يوم أكملت في هذا اليوم؟ قالوا نعم، كل هذه الجهود تضافرت واتحدت وأكملت في يوم واحد، وهو يوم تنصيب الولاية والإمامة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الدعوات من آدم إلى رسول الله إكمالها في هذا اليوم، إتمامها في هذا اليوم. ولذلك يسمون الإمامة ثمرة التوحيد، ذاك الذي يعتقد بالتوحيد ويعتقد بالنبوة ولا يصل إلى الإمامة، ما وصل إلى ثمرة التوحيد، ولذلك عنده خلل في التوحيد. طبيعي تسمعه يقول إن الله تبارك وتعالى ينزل على بغل في كل ليلة جمعة فينادي هل من مستغفر فأغفر له ذنوبه، هل من تائب فأقبل له توبته. هذا يسمونه خلل في التوحيد. من وين جاي؟ شنو سبب هالخلل؟ لأنهم ما وصلوا إلى ثمرة التوحيد وهو مبدأ الاعتقاد بالإمامة. ومن هنا قال علماؤنا أن الإمامة أصل من أصول الدين، ومن لا يعتقد بها خارج عن دائرة الدين، وإن كان في دائرة المسلمين في دار الدنيا. لكن التكلم عن النتائج الأخروية. زين، دليل آخر يدلنا على هذا الأمر، دليل روائي. أكو رواية رواها المسلمون بطرق متعددة وبأسانيد متنوعة، اختلفت بعض الألفاظ لكن المؤدى واحد، المعنى واحد. شنو هالرواية؟ قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية. دقيق رسول الله في كلامه، اتفاقا أنا وإياك نتفق أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقصد بالإمام في كلامه هو ذاك الإمام المعصوم المنصب من قبل الله تبارك وتعالى. زين، خل نسأل، ذاك الذي يموت وهو لا يعتقد بإمامة إمام زمانه كيف يموت؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله يموت ميتة جاهلية. يدري يعني شنو ميتة جاهلية؟ مو يموت جاهل ما يدري ما يعرف، محاسب عنده عقله ويدري. قالوا يموت كما مات أهل الجاهلية، الجاهلية الذين لم يؤمنوا بدعوة رسول الله. هل ماتوا على الدين أو على خلاف الدين؟ طبعاً ماتوا على خلاف الدين، خارج دائرة الدين. يقول رسول الله: من يموت ولا يعتقد بإمامة إمام زمانه هو حاله حال أولئك الكفار الذين أنكروا دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله، وما ماتوا على الدين وإنما ماتوا وهم خارج دائرة الدين. لازم نوصل إلى نتيجة أن الاعتقاد بالإمامة هو أمر مهم، أصل مقدس، نفتخر بأننا نعتقد بهذا المبدأ وبهذا الأصل. ألفت نظرك إلى أمر حتى نصل إلى قداسة وثمرة الاعتقاد بالإمامة. شوف، لما تروح إلى قصة الشيطان الرجيم
تطرح التساؤل، تقول لماذا الله تبارك وتعالى، أنا ما نحاس بالسماء، إذا قربت مشكلة يعني شوف كيف بسيط. أنتم تسمعون زين؟ زين. لما نطرح هذا التساؤل نقول الله تبارك وتعالى لماذا أنزل الشيطان إلى أسفل السافلين؟ أسألكم إخواني، إبليس هل كفر بالله خالقا؟ كفر بالله خالقا إلى يومك ترى. والشيطان الرجيم يعتقد بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق والفاطر. زين إبليس هل كفر بالله رازقا؟ قالوا لا، ما كفر بالله رازقا. زين أين دائرة الكفر أو وجه الكفر الذي وقع فيه الشيطان الرجيم حتى أنزله الله تبارك وتعالى إلى أسفل السافلين؟ شوف دقق. الله تبارك وتعالى عندنا سلسلة عقائدية مهمة جدا نلتفت إليه. قالوا الله عز وجل هو الخالق، وما دام هو الخالق نوصل إلى نتيجة ثانية، إذن هو المالك لخلقه. يجيني واحد مثلا يقول أنا صنعت هالسيارة هذه، مباشرة ما دام هو صانعها إذن هو شنو؟ هو مالكها. إذا كان هو مالكها إذن له التصرف في ملكه، له أن يتصرف في ملكه. الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. إذن النتيجة الثانية شنو؟ إذن هو المالك لخلقه. النتيجة الثالثة شنو؟ إذن هو المتصرف في خلقه. ومن أوجه التصرف في خلقه وفي ملكه أن الله تبارك وتعالى له أن يختار كيف يعبد، بأي طريقة يعبد. والله أمرني الله أن أصلي صلاة الصبح ركعتين، أقدر أطلع مسيرة وأعارض واحتج؟ قالوا لا، ما إلك حق. ليش؟ قالوا لأن الله له العبودية المطلقة، لازم تسلم وتعبد الله تبارك وتعالى كيف يختار وبأي طريقة يشاء. شوف إبليس، الله عز وجل أمره أن يعبده من خلال السجود لآدم. إيش سوى إبليس؟ قالوا أبا. مو بس أبا، القرآن الكريم يقول أبا واستكبر. تدري يعني شنو استكبر؟ يعني ناقش الله تبارك وتعالى في حقه المهم، وهو أنه له يختار كيف يعبد وبأي طريقة يعبد. يقول إيش معنى أنا إبليس خلقتني من نار أسجد لمن خلقته من طين وهو آدم؟ شوف مرت السنون ومرت القرون إلى أن جاء زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، لما أن نصب رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إماما ووليا وخليفة من بعده، جت ناس أبالسة وقعوا في نفس الدائرة التي وقع فيها إبليس الرجيم. قالوا اشمعنا علي؟ اشمعنا فاطمة؟ اشمعنا الحسن الحسين؟ اشمعنا الباقر؟ احنا نقول الله تبارك وتعالى أمرنا أن لا نعبده إلا من خلال هذه الأبواب الشريفة. قلنا يا ربي جئناك نعبدك من خلال هذه الأبواب الطاهرة، وعلينا المنة في ذلك، فحققنا من خلال ذلك أقصى وأسمى مراتب العبودية المطلقة لمن؟ لله عز وجل. من قداسة الإمامة ومن عظمة شأن الإمامة
الأخضر لا يخلو زمان من الأزمنة من وجود الإمام المعصوم. يجي واحد إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، قال له سيدي يا ابن رسول الله مسألة، قال له تفضل. قال له سيدي لما في كل زمان إمام؟ ليش في كل زمان إمام؟ هذا صلب عقيدتنا بأئمتنا سلام الله عليه. التفت إليه الإمام الباقر وأجابه بإجابة موجزة قائلا لبقاء العالم على صلاحه. يقول هذا الصلاح الإلهي، هذا الصلاح في المجتمعات البشرية بقاؤه ووجوده مرتبط بوجود الإمام المعصوم المنصب من قبل الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يخلو زمان من وجود الإمام المعصوم. شوف عندنا في الدين الإسلامي قاعدة مهمة جدا يسمونها قاعدة اللطف الإلهي. شنو مفادها؟ تقول هالقاعدة أن الله تبارك وتعالى بلطفه أرسل الأنبياء والمرسلين من أجل دفع الصلاح الإلهي في المجتمعات البشرية. زين، سؤال، من بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وآله يتوقف هذا الصلاح الإلهي في المجتمعات البشرية لو يستمر؟ قالوا لا يتوقف. شوف جميع المذاهب الإسلامية تجيب بإجابة واحدة أن الصلاح الإلهي لا يتوقف من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن الاختلاف في وين؟ الاختلاف في ذكر من هم الضمانة لاستمرار هذا الصلاح الإلهي. غيرنا من المذاهب تسألهم بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وآله من هم الضمان لاستمرار الصلاح الإلهي، سيقولون كل حاكم يحكم المسلمين، يزيد لو معاوية لو غيره، هذول هم ضمان لاستمرار دفع الصلاح الإلهي في المجتمعات البشرية. لكن أنا وأنت لا نعتقد بأن الضمان لا بد أن تكون منصبة من قبل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله الثبات على هذا الاعتقاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وأن يميتنا وأن تنشر أعمالنا وهي مزينة بولاية وبإمامة أمير المؤمنين وأولاد الأمير سلام الله عليهم أجمعين. شوف اقرأ التاريخ، احنا ندعو الآخرين، نقول تجردوا عن أهوائكم، عن مذاهبكم، عن عواطفكم، واقرأوا التاريخ، شوفوا من هو الضمان لاستمرار الصلاح الإلهي في المجتمعات البشرية. شوف مثلا خليفة من الخلفاء الذين عاصروا عصر الإمام الباقر سلام الله عليه. فالإمام الباقر هو صاحب العصر ومالك العصر كما الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، عبد الملك بن مروان. هذا إذا تقرأ عنه أمره غريب عجيب، يقولون كان كل يوم يأخذ المصحف الشريف ويجلس إلى جانب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ القرآن الكريم، سموه حمامة صحن أو قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم من الأيام عبد الملك بن مروان كعادته يقرأ القرآن بجانب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا برسول جاي مسرع إلى عبد الملك، قال له يا عبد الملك لقد مات أبوك، مات خنقا بالوسادة خنقته زوجته. تدري يعني شنو مات أبوك؟ يعني كل هالجاه وكل هالسلطان وهالسلطة وهالعرش كلها تنتقل مباشرة من مروان إلى من؟ إلى عبد الملك بن مروان. يقولون لما أن سمع عبد الملك بهذا الخبر نظر نظرة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقبل كتاب الله المجيد ووضعه بين الرفوف
وقال هذا فراق بيني وبينك. وصدق الرجل، كان صادق في كلامه، ما عاد إلى كتاب الله المجيد وما عاد إلى سنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. يدخل عليه يوم من الأيام في أيام خلافته، يدخل عليه عالم من علماء أهل السنة والجماعة يسمونه الشعبي، كان زميل عبد الملك بن مروان قبل الخلافة. قال له: يا عبد الملك، لقد بلغني بأنك قد شربت الخمرة. يقولون تبسم عبد الملك ونظر إلى الشعبي، قال له: يا شعبي، شربنا الخمرة وارتكبنا الزنا وقتلنا النفس المحترمة. زين، الآن أنت متجرد عن مذهبك، عن عواطفك، عن أهوائك. مثل هذا يمكن أن يكون ضمان لاستمرار الصلاح الإلهي في المجتمعات البشرية؟ عندنا قاعدة عامة، قاعدة عريضة، يقول: فاقد الشيء لا يعطي. لكن تعال اقرأ سيرة قادتنا، قادتنا أئمتنا سلام الله عليهم. شوف الإمام الباقر، نفخر لما أن نقرأ في سيرته الشريفة أنه أسس جامعة أهل البيت سلام الله عليهم في المدينة المنورة، وتخرج على يديه كبار العلماء والفقهاء الذين كانوا يجوبون البلدان الإسلامية وينشرون فكر وعلوم أهل البيت سلام الله عليهم. بس فتح الجامعة في المدينة المنورة؟ قالوا لا، فتح لها فروع، فتح لها فرعا في أرض الكوفة. ولذلك الحاكم في ذاك الزمان لما أن نظر إلى الإمام الباقر سلام الله عليه قال: هذا من افتتن به أهل العراق، دعوه في داره لا يخرج من داره، هذا نور من أنوار الله تبارك وتعالى. وفتح لها فرعا في أرض خراسان وفي أرض قم من أجل نشر دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف المسلم في ذاك الزمان يشوف قدامه أمواج متلاطمة من العقائد، يشوف هناك عقيدة مرجئة، عقيدة مفوضة، مجبرة، قدرية إلى آخره. وين يروح المسلم؟ وين يروح؟ يروح ينتمي إلى أي عقيدة؟ قالوا: لا بد من وجود الإمام المعصوم، هذا الذي يأخذ بيد هذا المسلم ويرجعه إلى العقيدة السليمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله. إلا الحكام في ذاك الزمان تلاعبوا في عقائد المسلم. شوف مثلا الحجاج، يقولون هم لقتل رجل. زين، شنو ذنب هالرجل؟ شنو جرم هالرجل؟ لا لذنب إلا لأنه يوالي علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يقولون بعد أن فرغ من قتله رفع يديه إلى السماء وقال: إلهي، أنت قتلته ولو شئت لمنعتني عن ذلك. تدري عن شيء؟ قال: أنتون عندكم مذهب عقائدي يسمونه مذهب المجبرة، أن الله أجبر الإنسان على جميع أفعاله، وأنا أخذت هالمذهب هذا في هالمسألة، أخذت بهذا المذهب وإن كان باطل، لكن يبرئ من ساحته، يبرئ من جريمته. لكن الإمام المعصوم هو الذي يدفع بالناس إلى العقيدة السليمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما سعى إليه الإمام الباقر. لكن أسفي عليه، في مثل هذا اليوم يتقلب على فراش مرضه، دسوا إليه السم في زاده. روايات تقول: لا تفنن بنو أمية وأركبوا الإمام الباقر على سرج جواد مسموم، وما إن امتطى ذلك السرج وقد سرى السم في جميع أجزاء بدنه
وإذا بالإمام قد شعر بآلام تلك السموم. ظل بأبي وأمي على فراش مرضه يئن أنينا يقطع القلوب، وكلما أحس بآلام وبحرارة تلك السموم كأني بالإمام قد صد بعينه ناحية قبر رسول الله وهو ينادي وجدا: آجركم الله يا شيعة الإمام، لا زال الإمام يتقلب على فراش مرضه وعند احتضار الموت عرق جبينه سكن أنينه أغمض عينيه وفاضت روحه الشريفة. ألم المناد وإماما، ألم المناد والسيدة، ماتت أولادك يا بتولة تشعب الروح مسموم، هذا وذاك يم حسين مذبوح، وانت عليهم يا بتول ناصب النار في الليل ونهارك وفي صباحك والعشية، فوق السطح واحد ثلاث أيام خلوه واحد على حماميل فوق الجسر جابه، وما طريح الغاضرية بخيل، وكم ولد يم حسين برضه الطف مذبوح. يلا روح روح ويا الزهرة إلى أرض كربلاء. يقولون ما تحملت فخر المخدرات زينب أن تنظر إلى جسد الحسين وهو مرمي بلا غسل وبلا تكفين. سوت زينب؟ قالوا أخذتها الغيرة على عضيدها على شقيقها، فوقفت على تلعة من تلعات كربلاء، نادت: يا ابن سعد، أما فيكم رجل مسلم يواري هذا الجسد العريان؟ فأجابها ابن سعد: وليته ما أجاب زينب، وإذا بعشرة من الخيال ركبوا على خيولهم أحموها في الميدان وأخذوا يرضون جسد الحسين. وين زينب؟ قالوا زينب واقفة على تلك التلعة وتنظر إلى حوافر الخيول تلعب على صدر وظهر أخيها الحسين. وش سوت زينب؟ قالوا عدها كافل كافل مطروح إلى جنب المشرعة، لازم تلتفت إلى هالكافل وتشكو إليه الحال. صدت إليه ونادت: خويا أبو فاضل، ترضى العزيز حسين ضام يذبحونا وبخيل الأعوجية صدرا يطحنون، ترضى خدر اختاك يا خويا يهتكونا والناس كلها تضرب بخدر يا الأمثال، ما ترد علي جواب يا ساق العطاشة، ترضى أخوك يموت مفتوت الحشا مقطوع راسه والتراب صاير فراش
العزيز حسين مثل ما جرحا. قالوا أبو فاضل صاحب الغيرة يسمع عتاب زينب لازم أرد عليها يا اختي العتب والله على العين وعلى الراس رغم العذر عتبي يا زينب على العب بس لا تقول حسين ظل جثة بلا رب حر الشمس مطروح لا تجهز ولا انشا. بعد انا وياك نقرا بيتين على ضيعه زينب هذه ابيات الدعاء وانت تقراها وياي. أنا اللي ضيعني الوالي وخلاني غريبه لا اهل عندي ولا بلد يمي عني ايش دعوه يا علي مطول الغيب ما تنجف زينب وهي عدها نساوي يا علي فما هذا القعود. إلهي إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآله الهداة فرج عنا وعن جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. تب علينا اغفر ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا اشف مرضانا ولا سيما المخصوصين بالدعاء. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم عن بلائك. إلهي انصرنا على القوم الظالمين فك قيد أسرانا ارحم شهدانا الأبرار إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ولا سيما موتى المؤسسين وموتانا وموتى الحاضرين والمستمعين نهدي ثواب سورة الفاتحة قبلها الصلوات.